وزير الشباب والرياضه الملعب المنزه، مشينا بعديك بعد 5 سوايع شفنا صور لزيارته الملعب الشادلي الزويتن بالضبط. نحب نوريك الصور وعلقلنا عليهم كيف كيف ساعه جلسه عمل هذيا والبيان اللي قال عليه وليد اللي تم فيه الاتفاق على السماح باستغلال الملعب الشادلي زويتن واحتضانه للمباريات بصفه استثنائيه وظرفيه مع تحديد عدد الجماهير المسموح بها. هذيا الصور نتاع الزياره الرسميه للشادلي زويتن اميمه. احنا نفس الباب اللي دخل منه السيد الوزير احنا دخلنا منه ومصورينه. كانت فيه الات نتاع نحت، كانت فيها عجل محطوطه الغادي، كان فما برشا غبره، فما برشا غبره بطريقه ما نجمناش نصوروا. المدري اللي روحنا به الكل وحوايجنا كانوا بيض من الغبره. السيد الوزير ما شاء الله الكوستيوم نتاعو قاعده كحله، ما فهمتش معناها كيفاش صار. كان في بينا اللي هذا باش يحرك معناه ان كيف نمشيو نحنا رانا كل يوم قاعدين نمشي، ما خليناش الفرق مروان الكبير تاعنا في مشكله البحث عن ملعب. وليد نوضحوا اللي لو ملعب المنزه تابع الحي الوطني الرياضي وشادلي زويتن تابع بلديه تونس، دونك كل استاد المهم اي بي هي المسابقه نتاع النحت متواصله المفروض. ما لينيش ما وراوهاش ما وراوهاش حتى اثر، حتى الغبره ما شاء الله ما فماش غبره. الفنانين النحت خلقناهم ان شاء الله، ان شاء الله تكون ليفينمون نتاع نحت ما تمش الغاء. فتره زمنيه تويت اونديغي انا صورت عندي شهر وهذا صار اليوم، استغربت 24 ساعه بين الصور اللي عديناها نحن والصور الحقيقي. ومعناها احنا تو معناها هو الوزير لا برومبتيتود نتاعو اللي هو تفاعل صحيح. انا تو تنجم تكون تفاعل مع الزياره. شوف خلينا نكمل لا يا سيد تفاعل مع الزياره. لا وين الزياره زادت مش معنا اليوم اميمه طلعت مش البارح قالت اميمه البارح. لا لا نحكيو على اليوم تفاعل علاش هو تفاعل الصباح اميمه مازلنا ما قلناش في الاعلام انه فما شكون مشى زار معناها تفاعل مع راهو جات صحفي قلت لك تفاعل ايه ما قلتش على التلفزه هذه لونسيان بارلمونتير اللي تكلم راهو. لا والله لا والله لا تو بربي سامحني كان قاعد في البيرو قلنا كيفاش كان مشى زار. لا ما قلناش كيفاش تفاعل مع شنو المعلومه ورد الى مسامعنا مع المعلومه اي تفاعل ومشى وشاف زوز استادات. دونك توا احنا باش نطالبوا السيد الوزير بما انه ملم بجميع الحيثيات واللي تا دافونسمون اشاك فوا باش نطالبوه في الزيارات الجايه باللي تا دافونسمون. ما نجمش يقول لنا راهو في اللي تا دافونسمون اكس في الاكس بلس ان قاعد هو بيدير ايش حبيت نقول لك. صغيره السيد الكريم اسكو في الاشغال في سوسه السيد الوزير مشى ولا مشى؟ مشى في سوسه مصيبه اخرى. لا خلينا نحكي لك زعما نحن صارت تجربة نتاع ملعب سوسة صحيح. المشكل وين؟ علينا نعاودوا في نفس الأغلاط. وملعب سوسة مش هكا راهو، ليه ملعب سوسة جست باش يطلعوا شوية الجرادانات واكستونسيون، هذا دو فونتون كومبل هذا خايف باش تعاودوا الكل، معناها شفت ملعب سوسة هذا قدوا بثلاثة مرات المنزل كريم باش تعاودوا من الأول. دكتور أنت تعرف ملعب سوسة ثلاث سنين قاعد ونورمال قدا يقعد